فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كانت ابنتي ترفض الزواج ممن تقدم لها، يقول إذا كانت ابنتي ترفض الزواج ممن تقدم لها بحجة أنها تريد إكمال دراستها الجامعية وترفض الزواج نهائيا، فهل أزوجها غصبا عنها أم أصبر عليها في هذا؟ أصبر عليها، لكن عليك أن تراقبها وأن تحميها من المخالفات أو من الوقوع في، لأن الفتن كثيرة الآن، فأنت تراقبها وتحافظ عليها حتى تكمل دراستها كما تقول. ولكن الأولى لها والأحسن لها أن تقبل النكاح ولا تمنع. النكاح لا يمنع الدراسة، تشترط على زوجها أن يمكنها من الدراسة وتنحل المشكلة بها، تشترط عليه أن تكمل دراستها ولا يكون هناك إشكال. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.